مساء كابتن اسلام. طبعا ببارك لك وببارك لكل نجوم الاستوديو التحليلي جمهور النادي الاهلي. الوضع صعب جدا هنا يا كابتن اسلام. قبل ما المباراه تنتهي الامر يمكن ازداد صعوبه، بعض طبعا من جمهور النادي الاهلي اللي كان غضبان بشكل كبير جدا. حاجه حصلت كمان يمكن صعبه جدا وكانت ليها شكل غير طبيعي، ان لعيبه نادي المصري ابتدت ترمي ازايز على الجمهور، ابتدت ترمي ازايز على مكان اعضاء مجلس اداره، اسف نادي سموحه. طبعا يمكن زي ما بقول لك كان امر صعب جدا، الازايز ابتدت تترمي من الملعب للمقصوره الرئيسيه، اعضاء مجلس الاداره كانوا متواجدين، في بعض الناس اتعورت يعني تعوير بسيطه جدا، لكن الامر كان صعب جدا. كمان امام الغرف خلع الملابس الخاصه بفريق نادي سموحه وفريق النادي الاهلي، يعني زي ما قلنا قبل كده ترسانه عسكريه لكل ضباط المباحث متواجده، الامن العام عساكر كمان المنوط بيها تامين الملاعب. الامر كان صعب جدا، يعني مش حابين احنا نتكلم عن تفاصيل اكتر من كده، لكن الوضع اللي احنا شفناه بتخلينا احنا نتكلم. كابتن حسام حسن في امر كان صعب جدا، شفناه جه لغايه جمهور النادي الاهلي ويعني كان عايز يرميهم بازايز وتلفظ معاهم الفاظ غير عاديه. كابتن ابراهيم حسن نفس الموضوع، يمكن في جمهور من النادي الاهلي بعض الجماهير رمت ازايز بسيطه جدا، لكن ان احنا نشوف حد بحجم الكابتن حسام وكابتن ابراهيم ان هم يروحوا للجمهور لغايه السور لغايه الباب اللي متواجد فيه الاعلاميين، امر صعب جدا. الكوره مكسب وخساره، النادي الاهلي قدر النهارده بالجديه والاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي ان هو يحصل على 3 نقاط. خلاص المباراه المفروض تنتهي، 7 دقائق اللي الناس بتتكلم عليها او اللي بيتكلم عليها كابتن حسام او كابتن